ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا بسكوتات حلويات شوكولاتات كده حاجات زي العسل كده ان شاء الله هتعجبكم. كانوا بيعكسونه من شويه. يلا نروح نعرف هما مين. غزل اسر. اسر غزل واسر. غزل بتعكسنا انا واسر بيعكس احمد صح؟ طب مش المفروض تخلفوا؟ طيب ازيك يا غزل؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه ولا ايه؟ كويسه. ولا نص نص؟ كويس. اسر ازيك؟ كويس. منورني. انت كمان. وانت كمان؟ ده ايه ده؟ ايه ده من ورا نفسك ليه كده؟ اروح معاك النهارده؟ هتعشيني كويس؟ خلاص اروح معاك النهارده. خضار. لوحدي؟ ماشي. فاكهه. خضار وفاكهه بس؟ طيب ماشي حلوين وانا راضيه برضه. ماشي عاملين ايه؟ انا سمعت عنكم. نعم احمد بيقول لي ان كنتوا بصوا حاجه جامده قوي في التمثيل صح؟ صح. انتوا مع محمد رمضان في المسلسل الجديد؟ صح؟ ان شاء الله. تاخدوني معاكم؟ طيب ممكن توروني حاجه كده عشان اشوفك تعرفوا تمثلوا ولا لا؟ عشان هو بيقول لي بيمثلوا، قلت له لا مش هيعرفوا يمثلوا. تعرفوا؟ طب يلا وروني حاجه كده جميله. حبيبي يا بابا، يعني خلاص مش هشوفك تاني، مش هتيجي معايا المدرسه، مش هتيجي معايا نجيب النتيجه. خلاص باي باي، بابا الله يرحمه، بيتك مش هيرجعه. هو انت مش زعلان عليه؟ مين قال كده؟ انا طبعا زعلان، بس بابا ما يتبقلوش. انت لسه بتعيط عليه؟ ايوه، وهفضل اعيط عليه العمر كله. انت مش فاكر هو عمل ايه عشاننا؟ انا مش فاكر الا ضربه وخناقته معنا ومع ماما. بصراحه كده ارتحنا. كده يا عمر؟ يعني انت كان عندك ضرب وشتمته فينا كل يوم عشان هو كان مدلعك ومش بيضربك. اقصى عليك يا عمر. بعدين يا مي كلنا هنموت، واحنا موتنا هو عمره كده. خلصتوا؟ ده ايه العسلات ده؟ ايه العسل ده؟ لا ما شاء الله عليكم. مين اللي عيطت؟ اه بصوا في الاول عيطت وبعد كده مش عارف اقول لك ايه. هو مروح يا ابني. قول لي يا احمد، هو مين اللي اكتشف موهبتهم؟ صراحه هو من عند ربنا كده، هما الاثنين حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انت ما شفت. اه اللي في البيت مثلا لاحظ. طيب فكلموني بداوا يبقوا معايا وانا بدات ابقى معاهم. ان شاء الله في اي حاجه برضه. في اي حاجه ان شاء الله هما معايا دايما. هما معاك. انا عرفت ان هما معاك في مسلسل موسى برضه. ان شاء الله اي حاجه بحاول ان انا ايه ان انا ادخلهم في اي حاجه، لان دي موهبه. دي موهبه ان شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله الله يبارك لهم. حرام تضيق. ده هما عسل هما الاثنين بصراحه. مين بيشجعكم بقى التمثيل؟ انا مامتي. انت مامتك وكل عيلتك؟ انت مامتك وكل عيلتك؟ طيب حلوه قوي. انت كمان مامتي؟ مامتي مامتك وباباكي؟ طيب بتقولي لهم ايه بقى من هنا؟ مش المفروض نقول لهم كلمه حلوه بما ان هم بيشجعونا بقى وحاجات كده، ولا ما بنسمعش كلامهم خالص؟ انا بقول لهم ربنا يوفقكم. انت ليه بتعمل لي كده بايدك؟ انت عايز تمشيني ولا ايه؟ عايزين بس قبل ما نختم البرنامج نقول حاجه كده لبابا وماما. ربنا يوفقكم في شغلكم كلكم. يا فرواتي عسل. ربنا يا رب يوفقكم انتوا وحاجات جميله. وبصوا لقدام عايزاكم ايه بقى؟ اشوف احسن واحسن واحسن. ماشي؟ اوكي. عايزه اجيبكم المره الجايه تبقوا نجوم لامعه بقى. خلاص؟ تفتكروني؟ ممكن انا بقى اهديهم بحاجه اديها لهم بعدين؟ اتفضل. دي حزن قوم احمد بيك. تمام، بعد التراكه نختم بيها البرنامج بقى وانت بتتكلم. اقول يعني؟ قول ونختم بيها بقى البرنامج. عشان انا واقف صوتك وصوت طيبين. انت ياسر ان شاء الله رب العالمين ليك مستقبل كبير قوي. عشان انا بلعطينا وانت بقول لك حاجه، انت بابا بيحبك زي ما انت بتحبيه. انت بابا يولع فيك. انا كنت صعب طالع وفاكر نسيت كل بس بتوعي معاك يا عم بتاع فريسكا. السلام عليكم. ربنا يوفقكم يا رب كده ان شاء الله.